والآن مشاهدينا مع أخبار الطقس في نشرة التاسعة. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى نزار. شكرا جديدا إلهام وشكرا أيضا ميرفت. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 32-25 يكون الجو فيها أيضا حار، في مطروح 30-24 حار، في بورسعيد 32-26 أيضا يكون حار، في الإسماعيلية 35-24 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 24 ويكون الجو فيه حار، في العريش 33-24 يكون الجو فيه حار، في طابة 37-26، في شرم الشيخ 39-29، في الغردقة 39-30 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 42 درجة مئوية والصغرى 28 والجو في محافظة الأقصر يتسم بشدة الحرارة. في أسوان 43-31 أيضا الجو هناك شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42-25 أيضا الجو شديد الحرارة، في شلاتين 39-31 ويكون الجو فيه حار، وأخيرا في حلايب 35-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.